السلام علیکم. آج ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں سورہ یاسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. انك لمن المرسلین. على صراط مستقيم. تنزل العزيز الرحيم. لتنزل قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلا فهي إلا أذقانهم فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بالمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعذرنا بثلاث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطهرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قول مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألوكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة من يريدين الرحمن بزر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قوم يعلمون.
غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومهم من بعده من جنود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صالحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على عباده وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يرى كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإذ كل لما جميع لدينا محذرون أي آيات نحم الأرض الميتة أحيانها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لِيَأْكُلُوا من ثماره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق أزواجا كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وبما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري للمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدا كالعروجين القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك قمرا ولا الليل سبق النهار وكلا في الفلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يرقبون وإن نشاء نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة مما ومتاعا إلا حيان وإذ قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنهم معرضين وإذ قيل لهم أنفقوا مما رزقناكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فخذوهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ننفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلا ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
इन कानत इल्ला सालिहतन वाहिदतन फ़ाइज़ाहुम जमीउन लदैना मुहज़रून फ़लियौमा ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन वला तुज़ज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून इन्ना अस्हाबुल जन्नातिल यौमी फ़ी शुगूलिन फ़ाकिहून هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ومتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدون الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن اعبدوني هذا صراط مستقيم لقد أضل منكم جبالا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه الجحنم التي كنتم توعدون اصلوها يوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فإذا يبصرون ولو نشاء لمسخرناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره نكسره في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر والقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها ملكون وظلمناهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشرب أفلا يشكرون واهتزوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محزرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هم خاصم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أولاً مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بل وهم خلق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملائكة كل شيء وإليه ترجعون